انت اخويا المغاربه كتعرض للعنف والعنصريه من طرف هاد البوليس السلوفاكي، قالوا لهم بغينا نقطعوا ما عندنا شرير، بغينا نقطعوا الهنغاريا وما عرفتش نقول تزايدوا معاهم في الهضره، وغانشا كيضربوا فيهم من الصباح، هما كيضربوا فيهم ها هما، شو كيديروا لهم الطريقه ديالهم، شو ما هادشي والله حتى حشومه وعيب، شو كيف تدير ليه شو. هادي هي السفاره قالت لك غنتكلف بكم وغندير لكم كلشي، انت شوف اش كيديروا لهم شوف حشومه وعيب والله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.